الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق والسعادة والنجاح، وأسأله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمه وأن يبارك لكم في جميع أحوالكم. وبعد، فهذا درس جديد من دروسنا في قراءة كتاب الحج من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وبعد، لعلنا نقرأ شيئا من الأحاديث التي ذكرها المؤلف في هذا الكتاب، تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. في هذا الحديث بيان طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التلبية، والمراد بالتلبية الإجابة، وقوله لبيك اللهم لبيك أي أجيبك يا ربي إجابة بعد إجابة. وذلك أن الله جل وعلا أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس ويدعوهم إلى الحج، فكان من يأتي لأداء هذه المناسك ملبيا لذلك النداء. وفي هذا بيان أن المحرم يشرع له الإكثار من التلبية، وأن التلبية في حقه أفضل من التكبير. وفي الحديث أيضا التوحيد في التلبية، بحيث يكون إقدام الإنسان للنسك من أجل أن يرضي الله وحده وأن يعبده وحده جل وعلا. ولذا قال لبيك لا شريك لك، وبذلك خالفت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم تلبية المشركين الذين كانوا يلبون لغير الله من الأشخاص والأفراد أو الأصنام أو الأحجار أو الأشجار أو غير ذلك، فكانوا يلبون لهبل واللات والعزة، وكان بعضهم يلبي بأسماء أشخاص من الجن والإنس. وبهذا يتميز لنا أهل التوحيد الذين لا يدعون إلا الله، وتكون تلبيتهم لله وحده لا شريك له، وبين أهل الشرك الذين يصرفون العبادة لغير الله، فإن العبادة حق خالص لله لا يجوز أن تصرف لغيره، حتى للملائكة والأنبياء والأولياء وأهل البيت وغيرهم، بل الواجب أن يفرد الله جل وعلا بالعبادة والدعاء وتلبية النسك. وقوله إن الحمد أي إن الوصف الجميل الذي لا يتطرق إليه نقص ثابت لله جل وعلا، بحيث أن الأوصاف الكاملة التي لا يتطرق إليها نقص نثبتها لله جل وعلا. وقوله والنعمة لك أي أن الله عز وجل هو المنفرد بالإنعام، فهو جل وعلا خالق الإنعام، وهو الذي يسره، وهو الذي قدره، وهو الذي جعل له أسبابا من الأسباب الدنيوية.
وعن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة الدهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي، ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، فإذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح، ثم يغتسل، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. في هذا الحديث ذكر ما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالإحرام والتلبية، وفي هذا الحديث استحباب الادهان على أعضاء البدن قبل الدخول في الإحرام، وجمهور أهل العلم على جواز أن يتطيب الإنسان قبل إحرامه، ويرون أنه لا بأس من بقاء الطيب على البدن بعد الإحرام إذا استعمله قبل الإحرام، لما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لإحرامه قبل أن يحرم، قالت: وإني لأرى الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ورأى طائفة بأنه لا يصح للمحرم أن يتطيب طيباً يبقى على بدنه بعد الإحرام، وكان من أدلتهم في هذا حديث ابن عمر الذي في الباب: ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة. ولكن الحديث هذا لا ينفي جواز أن يستعمل الإنسان الطيب على بدنه قبل الإحرام بحيث يبقى بعد الإحرام، وجمهور أهل العلم على التفريق بين اللباس والبدن، فيرون أنه يجوز للإنسان أن يبقي طيباً على بدنه يستعمله قبل الإحرام فيبقى بعد الإحرام ولا يلزمه أن يزيله، بخلاف الثياب فإنه لا يجوز له أن يضع عليها طيباً يبقى بعد الإحرام. وفي الحديث أن أهل المدينة ميقاتهم ذو الحليفة، وقد تواترت النصوص بهذا. وفي الحديث مشروعية أداء صلاة قبل الإحرام لقوله هنا: يأتي مسجد الحليفة فيصلي، وذلكم المكان لم يكن فيه مسجد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بني المسجد بعد ذلك. وفي الحديث جواز أن يركب المحرم وأن يتنقل بالناقة، وقد ورد معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بعد الصلاة، ولبى لما ركب ناقته، ولبى لما صعد البيداء، فدل هذا على أن إحرامه الأول كان بعد الصلاة. وابن عمر وجماعة لم يروه يلبي إلا بعد أن ركب، فلكونهم لم يشاهدوه لبى قبل ذلك رأوا أن أول التلبية وأن الإحرام يكون بعد الركوب على الراحلة. وفي الحديث جواز الركوب على الناقة وهي قائمة. وفي الحديث من الفوائد استمرار الإنسان بالتلبية في طريقه إلى مكة، وكان ابن عمر وجماعة يرون أنه إذا دخل الحرم توقف عن التلبية، والجمهور يرون أنه يستمر في التلبية حتى يصل إلى البيت
فإذا ابتدأ الطواف طواف العمرة توقف عن التلبية. قول الجمهور أرجح، لأن من حفظ ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم التلبية بعد دخوله للحرم مقدم في الرواية على رواية من لم يشاهده يلبي بعد دخوله الحرم، لأن رواية الإثبات مقدمة على رواية النفي. وفي الحديث أن المعتمر ينبغي به أن يقدم إلى العمرة وهو نشيط البدن، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت بذي طوى قبل أن يدخل إلى المسجد لأداء عمرته. وفي الحديث من الفوائد مشروعية الاغتسال من أجل طواف العمرة، وأن ذلك من المستحبات. وفي الحديث أن الأفعال النبوية حجة يستدل بها، وقد جاءت النصوص بمشروعية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من النهار، ولا بأس أن يدخل الإنسان مكة ليلا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى الكعبة من الجهة الشمالية الغربية، ويأتي من جهة باب السلام من عند المسعى. وهذه النواحي ليست مقصودة لذاتها، وإنما سلكها النبي صلى الله عليه وسلم لكونها أسهل في دخوله. ومن ثم فإن الإنسان عند وروده للبيت يختار أسهل الطرق وأيسرها. وعن مجاهد قال: كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال أنه صلى الله عليه وسلم قال: مكتوب بين عينيه كافر أو كافارا. فقال ابن عباس: لم أسمعه، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فجعد آدم على جمل أحمر مخطوم بخلبة، كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. قوله: كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مكتوب بين عينيه كافر. هذه الرواية لم يذكر فيها الصحابي الذي روى، ومجاهد من التابعين، وهو من تلاميذ ابن عباس وعدد من الصحابة، ولكن الظاهر أن هذا إنما يذكره صحابي، وعدم تسمية الصحابي لا ينقص من رتبة الحديث. وفي الحديث التحذير من الدجال وتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم للتحرز منه. وفي الحديث أن من لم يسمع خبرا صرح بعدم سماعه له. وفي الحديث صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه على صفة إبراهيم عليه السلام. وقوله هنا: وأما موسى فجعد آدم، يعني أن شعره ملتف ولونه يميل إلى غبرة. وقوله على جمل أحمر مخطوم، أي قد أمسك وجهه وأنفه بالخطام أو الخلبة التي هي الحبل يصنع من ليف النخل. وقال: كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. فيه مشروعية تكرار التلبية عند تغير أحوال الحاج والمعتمر، فإذا صعد الجبل أو نزل منه أو أخذ طريقاً مغايراً لطريقه الأول فإنه يشرع له تكرار التلبية. وقوله يلبي
يشعر بأنه كرر التلبية مرارا، لأنه استعمل الفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار ولم يقتصر على الفعل الماضي. وفي هذا جواز أن يجعل الإنسان له شعرا ما لم يتضرر بذلك. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج مفردا خالصا ليس معه عمرة وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة رضي الله عنه. وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، وقدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحج. فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة ونحل، وأذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي. فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف بين الصفا والمروة وقصروا، ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: أحلوا وأصيبوا من النساء. فقالوا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس، أمرنا أن نحل إلى نسائنا أن ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر منيا. قال: ويقول جابر بيده هكذا وحركها ففشت في ذلك القالة. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال: بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا، فافعلوا ما أمرتكم به، والله لقد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما هديت، ولولا أني سقت معي الهدي لا حللت كما تحلون، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، فحلوا. فحللنا وسمعنا وأطعنا. وأن عائشة رضي الله عنها حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنسك المناسك كلها غير أنها لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر، فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. قال: فلما نزلوا البطحاء طهرت وطافت وقالت: يا رسول الله، أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت عمرة بعد أيام الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يروي جمرة العقبة، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله أو للأبد؟ قال: لا، بل للأبد. في هذا الحديث فوائد، منها مشروعية سوق الهدي مع الإنسان من خارج حدود الحرم إلى الحرم، حيث ساق النبي صلى الله عليه وسلم بدنه معه. وفي الحديث مشروعية اصطحاب أهل الفضل والعلم عند أداء النسك. وفي الحديث جواز أن يحرم الإنسان بحج الإفراد. والحجاج لهم ثلاثة أنساك، منهم مفرد بأن يأتي بحج وحده، ومنهم متمتع وهو من يأتي بعمرة ثم يتحلل منها ثم يأتي بالحج، ومنهم قارن وهو الذي يدخل أعمال العمرة في الحج. وكل منها نسك جائز، ولا حرج على الإنسان في أن ينويه. وفي هذا بيان
ما كان عليه أهل زمان النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال، وفيه تسمية نوع النسك في التلبية. وقوله هنا أهل وأصحابه بالحج مفرداً خالصاً ليس معه عمرة، أراد بذلك حج الإفراد لا حج القران ولا التمتع. وفي هذا الحديث صحة حج من لم يسوق الهدي. وفي هذا الحديث أيضا مشروعية توصية الآخرين بأن يحضروا الهدي معهم. وفي الحديث أيضا جواز تعليق نوع النسك بالآخرين، فيقول لبيك اللهم نسكا يماثل نسك فلان، فيصح هذا ويجوز. ولذا لما قدم علي رضي الله عنه قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظاهر الأحاديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحج أو أهل بالقران، لأنه قد ساق الهدي فطاف وسعى وبقي على إحرامه. وفي الحديث من الفوائد أن القارن لا يخلع إحرامه بعد الطواف والسعي، بل يبقى حتى يتمكن من أداء نسك حجه. وفي الحديث مشروعية مشاركة الآخرين في الهدي، ولذا أشرك النبي صلى الله عليه وسلم علياً في هديه. وفي الحديث جواز أن يشرك الإنسان غيره في الهدي بعدما يهدي. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وبقي في مكانه خارج المسجد في أطراف حدود الحرم قريباً من منى 4 أيام، اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع. وكان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة بدون أن يجمعها. ولذا قال طوائف من أهل العلم بأن من عزم إقامة 4 أيام فأقل جاز له أن يترخص برخص السفر، ومن كان جزمه بالإقامة أكثر من ذلك فإنه يصبح مقيماً بمجرد وصوله فلا يترخص برخص السفر. وفي الحديث من الفوائد جواز قلب النية من حج الإفراد إلى حج التمتع، والقول بذلك هو مذهب الإمام أحمد، وجمهور أهل العلم يخالفونه، فيرون أنه لا يجوز للإنسان أن يقلب نيته الحج إلى عمرة التمتع، لأن عمرة التمتع أقل. ولكن قد ثبت ذلك في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمر أصحابه بأن يقلبوا نسكهم من الحج المفرد إلى التمتع، وقد كان ذلك ممنوعاً منه في الجاهلية ويرونه من المحرمات ومن أفسق الفسوق. فلما بعث صلى الله عليه وسلم وحج أمر أصحابه بذلك أمراً متكرراً، فدل هذا على وجوب قلب النسك لمن لم يسق الهدي وحج مفرداً من حج الإفراد إلى القران. والقول بالوجوب هو قول ابن عباس وطائفة من الظاهرية، والجمهور يمنعون ذلك، وتوسط الحنابلة فقالوا بأنه واجب على الصحابة على جهة الخصوص لدرء الاعتقاد الجاهلي في ذلك، ولكنها
جائزة لبقية الأعصار، فلا حرج في أن يقلب الإنسان نسكه من الإفراد إلى التمتع. وفي الحديث مشروعية التلبية بالحج في يوم التروية اليوم الثامن. وفي الحديث من الفوائد أن المتمتع ومن قلب نسكه من الإفراد فإنه إذا وصل يعتمر بأن يطوف بالبيت سبعة وبين الصفا والمروة السبعة، ثم يقصر أو يحلق، وبالتالي يكون قد أتم عمرته ويجوز له أن يتحلل. وفي الحديث من الفوائد أن المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة لعمرته، وقد ورد في النصوص ما يدل على أنه يجب عليه أن يسعى سعياً آخر للحج، فالمفرد والقارن ليس عليهما إلا سعي واحد، أما المتمتع فإن عليه السعي مرتين، يسعى لعمرته ويسعى لحجه. وفي الحديث أن من ساق الهدي معه فإنه إذا طاف بالبيت وسعى لا يتحلل بل يبقى على إحرامه، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أي زمان ذبحه ومكانه. وفي الحديث من الفوائد أن المتمتع يحرم بالحج في يوم التروية اليوم الثامن، خلافا لبعض أهل المدينة الذين يقولون بأنه يحرم من أول العشر. وفي الحديث من الفوائد جواز أن يأتي الإنسان وأهله بين عمرته للتمتع وحجه. وفي الحديث من الفوائد أيضا أن قوله وأصيب من النساء أمر، وهذا الأمر لنفي ما يتوهم من المنع، وبالتالي لا صرف عن مدلوله الأصلي وهو الوجوب إلى أن يقال بأن المراد به الإباحة. وفي الحديث من الفوائد فسخ الحج من الإفراد إلى العمرة في التمتع ولو لم يكن مع الإنسان هدي. وفي الحديث أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بالتحريم إلا ما قام دليل عليه بغير ذلك. وفي الحديث استعمال لو لا على جهة التحسر وإنما على جهة بيان الحكم الشرعي. وفي الحديث أن سؤال الإنسان عن الحكم الشرعي وتبين وجهة ذلك الحكم من الأمور الجائزة وأنه لا حرج فيها، ولذا لما قالوا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا، وقال قائلهم: أن ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر منيا. وقوله ففشت ذلك أو تلك القالة، يعني أن مقالة استشكال تحويل النسك من الإفراد إلى القران أصبحت عامة عند الناس. وفي الحديث مشروعية وضع الخطبة لإزالة الإشاعات الكاذبة والأفهام الخاطئة. وفي الحديث تصحيح مقالات الناس ومشروعية أن يبين الجائز من الممنوع فيها. وفي الحديث أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، وفيه فضله صلى الله عليه وسلم وعظم مكانته عند الله جل وعلا،
ولذا قال: لقد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبرُّكم. وفي الحديث من الفوائد أن ميزان الأشخاص والتفضيل بينهم في التقوى. وفي الحديث من الفوائد أن من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه ولا يحل. وفي الحديث من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يريد أمراً لكن الله لا يقدر له ذلك الأمر. وفي الحديث من الفوائد أن الهدي يجوز ذبحه في أي وقت يجوز التحلل من الإحرام، فعند الشافعي وأحمد أنه يجوز للإنسان أن يتحلل التحلل الأول بعد رميه جمرة العقبة يوم العيد وتقصيره أو حلقه، وذلك جائز عندهما من منتصف ليلة العيد. وآخرون قالوا بأنه لا يجوز إلا مع الصباح، وبالتالي لا يجيزون ذلك إلا صباحا. وفي الحديث من الفوائد أيضا وجوب المبادرة إلى السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث صحة حج المرأة الحائض، وفيه أنها تفعل جميع المناسك غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تصلي حتى تطهر. وفي الحديث من الفوائد أن المرأة الحائض تفعل جميع النسك، ومن ذلك الوقوف بعرفة فتدعو الله جل وعلا وهي كذلك، ولا حرج عليها فيه. وقال: فلما نزلوا البطحاء طهرت وطافت، يعني أنها لما فرغوا من أيام منى طهرت، وذلك في اليوم الثالث عشر ليلة الرابع عشر. وبالتالي ذهبت إلى البيت فطافت وسعت. وفيه أنها استشكلت أن يعود نساء النبي صلى الله عليه وسلم بحج وعمرة لكونهن قد تمتعن، وظنت أنها لما لم تسع إلا سعيا واحدا أنه لا يحسب لها إلا أجر الحج. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لها أنها حجت قارنة، والقارن له أجر الحج والعمرة، ولكنها لم تفهم ذلك. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها فأمرها أن تخرج للتنعيم، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها. وفي هذا دلالة على أن المتمتع يسعى سعيين، وأن القارن يكتفي بسعي واحد. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الأمر الذي يأتي لإزالة مفهوم خاطئ لا يحمل على الوجوب. وفي الحديث أن أهل مكة ومن يكون فيها إذا أرادوا عمرة فإنهم يخرجون إلى أدنى الحل كما في هذا الحديث، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر عائشة ولينصرف إلى المدينة، فكان الأمر حرجاً والوقت ضيقاً، ومع ذلك انتظرها. وفي الحديث أن المرأة لا تخرج من بنيان مدينة إلا مع محرم لها، ولذا لما أرادت عائشة أن تخرج صحبها عبد الرحمن بن أبي بكر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن التنعيم خارج حدود الحرم، وأن من أراد العمرة من أهل مكة جاز له أن يذهب إلى التنعيم ليحرم هناك. وفي الحديث جواز العمرة
بعد أداء نسك الحج، وأنه لا حرج على الإنسان في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأجلاء لم يكونوا يعتمرون وهم بمكة إلا ما أثر عن عائشة كما في هذا الحديث. وفي الحديث من الفوائد مشروعية رمي جمرة العقبة يوم العيد، وفيه سؤال السائل للمفتي عند الجمرة وهو يرمي الجمار، وقوله ألكم هذه خاصة يا رسول الله أو للأبد؟ هذه يعني جواز قلب النسك من الإفراد إلى التمتع، فالجواز في ذلك ثابت لجميع الأزمان والأعصار، قد كان واجباً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد وفاته فإنه عاد إلى الجواز. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، جعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، نسأله جل وعلا أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يبارك لهم، وأن يسعدهم، كما نسأله جل وعلا أن يوفق جميع المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالهم خالصة لوجهه، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.